هي. وخلينا نروح لزميلنا كريم احمد في طبعا المقر الانتخابي ومعاه الكابتن الكبير كابتن وليد صلاح الدين. اتفضل يا كريم. بجد التحية لك من جديد كابتن هيثم السعيد زميل العزيز امير هشام. اليوم رائع ومميز الحقيقه كابتن هيثم، زي ما بناكد وبنقول توافد كبير جدا لكل اعضاء الجمعيه العموميه، نجوم الكره، اعضاء النادي الاهلي، كل الشخصيات الحقيقه المميزه والكبيره جدا في داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره للانتخاب. كابتن وليد صلاح الدين طبعا نجمنا الكبير وابن ابناء النادي الاهلي، وكابتن اياد محمد ايضا كمان، لكن هبدا بكابتن وليد. برحب بيك يا كابتن وليد طبعا في البدايه، سعداء بوجودك معانا. يوم رائع جدا ومميز الحقيقه، ويوم في حب النادي الاهلي، الكل بينزل النهارده لرفع اسم النادي الاهلي بعيدا طبعا عن اي صوت، لكن شايف اليوم النهارده ازاي السهوله، الدخول، التجهيزات، الامور دي مهمه جدا نسمع منها كابتن وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جمعه مباركه على كل الشعب المصري. زي ما انت قلت مبادره في حب النادي الاهلي، وبرده يا جماعه انزلوا انزلوا، اللي بيفكر الدنيا لا مش زحمه، تنظيم حلو قوي، كل حاجه مترتبه حلو قوي السنه دي، اللجان، بشكر القضاه، كل القائمين على التنظيم، حاجه جميله. الله يكون في عون الكابتن بس طبعا، يعني ناس جايه من البيت، في واحدة ست ايديها مكسورة جاية بس تتصور مع الكابتن، يعني كل التحية لكل القائمين على التنظيم، ويوم حلو، يوم جميل في حب النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لكل المرشحين. بس يا جماعة انزلوا انزلوا علشان تأكدوا على إن ثقافة النادي الأهلي وثقافة عضو جمعية العمومية للنادي الأهلي مختلف. مهم جدا إنك تنزل وتدلي بصوتك، وإن شاء الله الفوز في الآخر للنادي الأهلي. يادي يمكن تسهيل الامور المره دي يمكن بشكل مختلف جدا، تخصيص مساحات كبيره، جراشات كثيره جدا، نقل الاعضاء، الامر ده مسهل بشكل كبير. ما فيش زحمه في الخيمه لكن الاعداد كبيره جدا يا كابتن. فعلا الاعداد فعلا بره كبيره جدا، وان شاء الله احنا برضو عايزين اعضاء الجمعيه العموميه لازم ينزلوا، لان ده يوم النادي الاهلي، وده المفروض الاربع سنين اللي جايين هي القايمه ان شاء الله اللي هتكسب ايا كان، هو ده النادي الاهلي الفتره اللي جايه، فلازم الناس تنزل ولازم الناس تدلي اصواتها، ده حب في حب النادي الاهلي. يعني كابتن وليد يمكن بقول لك كابتن اياد السهوله المره دي، لان احنا يمكن الاماكن اللي بره وسعت شويه، يمكن مقارنه بالانتخابات اللي فاتت كان في تكدس كبير، مش حاسين بوجود حد في الخيمه، لكن الاعداد بره كبيره جدا، ده يحسب اكيد للاداره التنفيذيه للنادي الاهلي. 100% كمان يحسب للامانه لمجلس الاداره، فكره التطوير كله، انت شفت المكان كله المدرج اللي اتهد، فوسع جدا، احنا كنا ممكن نعمل انتخابات كمان في الجزء الكبير اللي ان شاء الله هيبقى فيه تطوير، يعني في افكار حلوه جدا. من اصعب الحاجات انك يبقى في مكان مش كبير قوي وتقدر انت تبدع فيه، اللي بيحصل في الاهلي الجزيره ابداع، واتمنى ان يكون دي قاعده الاعضاء يجوا يتفرجوا على التمرين، ويتفرجوا على مستر موسيماني، ويتفرجوا على نجوم الفريق وهم بيتمرنوا، يعني يا رب يكون في تفكير ان المكان المدرج اللي اتهد كله يبقى حاجه زي ما شفنا كده طريق كباش، يبقى اكنه متحف مفتوح، يبقى التمرين بالملعب كله مفتوح للاعضاء، تطوير كبير في الاهلي الجزيره والاهلي الشيخ زايد والاهلي مدينه نصر بقى جنه، وان شاء الله تجمع جاي، يعني الاهلي بقى حاجه جامده. يعني طول عليك، لك الرساله لكل عضو شارك ونزل النهارده يصوت للنادي الاهلي، كابتن وليد يقول له ايه؟ والله بشكركم كبار السن، ربنا يعني يبارك لكم. الناس اللي جايه الست ايديها مكسوره وعلى، يعني لا بصراحه كل الشكر لكل اللي جم، خصوصا كبار السن بشكرهم. بقول للناس اللي بتتفرج علينا انزلوا انزلوا، الدنيا حلوه والجو جميل والامور كويسه قوي، انزلوا وحطوا صوتكم للنادي الاهلي.